السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فرحان قدامي فرحان نعرف معك اليوم دكتور قريبان. الله يفرحك بدخول الجنة لنا سميرة. كدير عليك؟ الحمد ربي ونشكره. عواشر مبروكة تكون فرحان باش ما تمنيتي. الله يبارك فيك لالا. أنا والله إلا فرحان على السيرة تمني وأنا كان مبغيش يسد لي الخط. معذرة لالا سميرة معذرة. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج الدكتور قريبان كنستافدوا منه بزاف والله العظيم. العفو لالا. أنا بغيت غير نقول لك أنا الحمد لله نزيد نجيب عندي بنيتة وهاد الأيام إن شاء الله غتدوز الكتر أيام إن شاء الله غتدوز دعا ليا معاها ومع جميع الوليدات المسلمين. نعم يا رب. وبغيت نقول لك أنا الحمد لله عايشة سعيدة مع الزوج ديالي. أنا دابا متزوجة شي 13 عام دابا. بارك الله. وبغيت غير نستشرك في واحد الموضوع اللي جات على خاطرك. مرحبا. أنا الوالد ديالي متوفي 95. نعم. والوالده ديالي باقا على قيد الحياه. وقلت لها دكتور. اي كسمك يا سميره. ودابا الاخ ديالي توفى في الديار الايطاليه دابا طالع 6 سنين. الله اكبر انا لله وانا اليه راجعون. ومني الوالده سمعت هذا الخبر ديالو ولات متقاعده ولات كتبنت على الكرسي المتحرك. الله اكبر. والاخ ديالي زعما لحد الان ما مصدقاش انه مات. كان ماشي زعما غير اخ ولا كان اب اخ. كلشي زعما في حياتنا واخا عندي خوتي زوج ولكن هو زعما مكانة خاصة في حياتي. لالا سمير كيفاش توفى مسكين؟ بنات تلقى خواتاتو زعما باقي الآن ما صدقينش. كيفاش توفى الأخ ديالك الله رحمه الله؟ هو كان تيدير هادشي ديال الرخان في الديار الإيطالية. إيه؟ ولا بحال شي ديال التنفس ولا ما عرفت كيفاش نوقع ليه ومرات تما هي دابا شي عامين وهو مسكين مريض. الله أكبر. وصافي وجاوبوه من المغرب. الله أكبر. لا اله الا الله. اللي ما نكذبش عليك الحلم ديالو زعما اثرت فيا بزاف. ما شاء الله ما شاء الله. باقي لحد الان ما مصدقينش. فعلا واخا دوز سنين طويله ما غتصدقوش لان الفقدان ديال الاخ والام اللي كيموت لها ولدها صعيب باش تنسى. مسكين بقى بحال الصدمه بحال مسكين ودايما كتجبدو فين ما دابا حنايا ساكنين في السماء وهي مسكينه فرحانه. نعم. كنهضروا معاها وداك الشيء في التليفون كنهضروا معاها وهي كتجبدوا سبحان الله العظيم كنهضروا معاها تنسولوها كتقول لنا كان ولدي مسكين كان ولدي. الله يسمح لنا بالوالدين. كان ولدي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما نكذبش عليك زعما الموت ديالو اثرت فينا لحد الان باقي ما ناسينه واش كان مسكين كيسول فين يطول علينا يجي انا زعما ما حسيناش ان الاب ديالنا متوفي بحال الاب ديالنا هذاك. ما شاء الله ما شاء الله. دابا الله توفى وعنده جوج بنيتات. يا الله يخليك. ودابا منين راك عارف دابا مع الارث وداك الشيء مراته بغات دابا هو خلى الدار دابا على 13 الدار ديالو. ودابا قالوا لينا بان راه حنا الخوت غيورثوا فيه. نعم. ولكن انا دكتور ما بغيتش انا ما بغيتش حتى شي حاجه من هذاك الورث ما بغيتهاش وزعما ربي ما عندي حتى شي زعما ما يغضب عليا ما والو ما بغيتش انا كاع نهائيا صور الدار عطاتني الوليدات الصغار قالت لي سير ولي ما قدرت مقدرتش ندخل. الله يحسن العوان الله يحسن العوان لالا ما شاء الله. مقدرتش والله القسم مقدرتش انني قالت لي سير غير دخلي طلي شوفي على حوايج مقدرتش ولكن دكتور ما نكذبش عليك مقدرتش. لا حول ولا قوة الا بالله. بغيت نقول لك زعما واش انا ما بغيتش انا حتى شي حاجة من هو قالوا لينا ان نتحلو نورتو مع دوك البنات معاه هو ما عندوش الولاد ولكن انا ما بغيت حتى شي حاجة. نعم لالا لا اله الا الله. بغيت تقول لي زعما واش شنو انا صافي انا ما بغيتش وقولوا لي عندي حتى شي حاجه وخير. لا سمير ما شاء الله. انت يا دكتور اش بغيت تقول لي؟ يا لاله الله يعظم اشركم يا رب ويرزقكم الله الصبر. قسم انا لحد الان يوميا قسما بالله يوميا كنتذكره كندعو له بالرحمه الاول الوالد لجميع المسلمين. اللهم امين يا رب يا كريم يا رب. وبغيت دكتور تقول لي شنو في اخر بالنسبه دير دعي لي بالرحمه في اخر الحلقه تدعي لي بالرحمه الاول الوالد شاف لي امي انت مسكينه. يا رب يا كريم يا رب. الله يرحم لك الوالدين. يا رب يا كريم الله يرحمه رحمه واسعه. شكرا لك لاله سميره. لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون.
كان نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ملك يسمع المشاكل ديال الناس وكتكثر عليهم الهموم وكتكثر الشكايات. كان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: تذكروا هادم اللذات، تذكروا هادم اللذات. الحياة الدنيا قصيرة، قصيرة جدا جدا. احنا أيها الأحبية الكرام نحن خالدون، خلقنا الله عز وجل وأعطانا الخلود الأبدي وأعطانا محطات نمر منها. المحطة الأولى اللي احنا تخلقنا فيها وهي حينما خلق الله آدم عليه السلام، خلقنا جميعا أرواح دون أجساد. كم لبثنا في هذه الدار؟ آلاف بل ملايين السنين منذ خلق آدم عاد ربك يكتب لنا إمتى نجو الأرض الدنيا. الحياة الدنيا قالنا الله تعالى قصيرة، بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. كيموت الإنسان كيمشي لحياة القبر، حياة القبر كيبقى فيها تما ما شاء الله أن يبقى، ربما آلاف سنين ملايين سنين، ثم غادي يجي البعث والنشور. البعث والنشور قال لنا الله تعالى غادي يكون 50,000 سنة، 50,000 سنة في البعث والنشور والقيامة، ثم آنذاك الخلود في الجنة بإذن الله تعالى، الخلود الأبدي. إلى درنا واحد دراسة بسيطة على المسار ديال الإنسان منذ أن خلقه الله جل جلاله يوم خلق آدم. حنا الخلق ديالنا الأصلي خلقنا يوم خلق آدم عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله تعالى آدم فمسح على ظهره فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. احنا خلقنا يوم خلق آدم. درنا دراسة بسيطة غادي نلقاو بأن الإنسان أقصر محطة في حياته الطويلة هي الحياة الدنيا. أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. المحطة الأولى من عهد آدم إلى خلقك في الدنيا فيها ملايين السنين. المحطة الثانية في الحياة الدنيا 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك. المحطة الثالثة القبر، ربما قد تكون آلاف أو ملايين السنين والناس في قبورهم. المحطة الرابعة مذكورة في القرآن، البعث والنشور، 50,000 سنة يوم القيامة، 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والمحطة الخامسة وهو الخلود الأبدي. إذن أقصر مدة في تاريخ عمر الإنسان هي الحياة الدنيا، قصيرة سرعان ما تزول، ولكن هي الأخطر لأن بها يتحدد مصير الإنسان. فعلينا أن ننتبه أيها الأحبة الكرام. الأخت سميرة ذكرتنا بفاجعة الموت. ها هو الأخ ديالها سافر إلى إيطاليا وكان يطمح أنه غادي يكون أسرة كبيرة وأنه غادي يبني وغادي يعلي وغادي يسعد العائلة كلها، ولكن لم يكن يدري بأن أجله محدود سرعان ما توفاه الله. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح الجنات. هذا الإرث فعلا أختي سميرة هو شريعة الله، يقسم بين الورثة. للزوجة لها الثمن لأن عندها فرع الوارث، والبنات ديولو جوج البنات عندهم النصف، والأم لأنها بقى حية عند السدس، وما تبقى فهو للإخوة فيما بينهم. فهذا الورث شيء أحله الله، ولكن إلا الإنسان بغي يتعفف وما يخدش قد يقول الله يسامح، خصوصا يتعلق الإرث بالسكن. هذاك السكنة اللي دار الأخ ديالك سكنة فيها الزوجة ديالو وبنيته، بغينا احنا ما نزاحموهمش، بغينا نتعفف، نقول لهم الله يربحكم، أنا بنات خويا أنا نزيدهم من عندي، أنا ما ناخذ الورث حلال عليكم. هذا هو المطلوب. المطلوب أن الإنسان يكون متعفف وما يدخلش في نزاع وعراك مع أفراد العائلة. كل من تعفف ربي غادي يعتبر رحمة على الفقيد. نصيحة إليك يا أختي سميرة، قولي لهم أن النصيب ديالي في أخي بغيت نترحم عليه به ونعطيه لبنيته، نخليهم في دربهم معززات مكرمات. وحتى الزوجة ديالو يكفي أنه كان يحبها واختارها من بين نساء العالمين، وقدر الله أن تكون نصفه الآخر وأنجب منها البنات، يكفي. ولو يكون بيننا النزاع وعدم تفاهم يكفي ترحما عليه، نخلوها مستقرة.
لك الأجر والثواب العظيم لله سميرة. الوالدة صعيب عليها تنسى ولدها كي اللي جات فيه. الأم هي اللي ما كتنساش. الزوجة تقدر تنسى مع الزمن ممكن تنسى، وممكن إذا كتبقى مجال شابة صغيرة قد يعرض لها خطاب وقد تتزوج، ولكن شكون لك يكون الدق؟ هي الأم. فلدة كبدها دفنة بيديها ما غتنساش. ونقول لك لالا سميرة هذه غير كونوا مستعدين إليها، راكين أمهات مرت 20 و30 سنة وعمرهم من سوا ولدتهم. إذا شافوا أي متاع من الأمتعة، الملابس ديالو، الكتب ديالو، أي متاع من الأمتعة تقول هذه ديال ولدي فلان، هذه ديال ولدي فلان. إذا سمعت غير اسمه في الشارع شو واحد نادى بنفس الاسم كتقول هذا سميته بحال سميته ولدي، عمرها ما غتنساه. قل لي هل غينسيها في ولدها؟ هو ذكر الله فقط، الشيء الوحيد الذي ينسينا في الهم والغم ويلعب عنا الوسوسة والاكتئاب وينسينا في كل شيء هو ذكر الله. راه ما كاين حتى حاجة أخرى غتنسيك. شحال ديال الناس مشى لهم وليداتهم أوقات لهم نكبات عظيمة ومن بعد ولوا في ضياع. الحياة ما تتحمل ضياع، حنا قلنا حياتنا قصير فوقك هذا الكوكب الأرضي، راه 60 70 عام بغية غدوز وغنمشيو تحت الأرض، ولكن غنتقلوا إلى عالم آخر، حنا رحلتنا طويلة، نحن خالدون. فالإنسان ما ضيعهاش. الناس اللي عندهم الهموم وعندهم المشاكل وخصوصا الذين فقدوا فلذة أكبادهم وشعروا بالحزن العميق، راه ما كاين حتى شي دواء كينسي. غيمشي إلى أفخم الصيدليات وغادي يزور أعظم الأطباء وما غيلقاش الدواء نهائيا. الدواء متوفر في شيء واحد فقط وهو ذكر الله، أن الإنسان يعمر قلبه بذكر الله ويعمر قلبه بالله ويقول هذا الفقيد فين مشى؟ هذا الفقيد الآن في ضيافة الرحمن، إنه عند الرحمن معزز مكرم وغادي يكون إن شاء الله عريس يوم القيامة. وربي عز وجل من صفاته الكرم والجود والعطاء، دائما نوي في الله الخير، ربي أعطاك ربي أخذ عليه العوض. اللي غينفع الميت ماشي البكاء والحزن والنحيب، غينفعوا أننا نهدي إليه التواب، إما نتصدق عليه بالمال على الفقراء والمساكين، وكتوصل الصدقة يكون في القبر ديالو وكيجي الملك ويطرق عليه الباب كيقول لي صدقة جاءتك من ابنك فلان أو أختك فلانة أو أمك فلانة، فكتفتح القبر وكتجي ديك الصدقة وتنير عليه القبر. إذن الميت ديالنا نعاونه بالصدقة، اللي ما عنده الصدقة يعاونه بالدعاء، يدعو له بالرحمة بالمغفرة، فإن الدعاء أعظم تأثير من الصدقة، كتنزل رحمة الله الواسعة وهذا مجاني. لكن احنا عندنا الغفلة، شحال واحد فينا ماتوا للأحباب والأقارب ونساهم، جاتوا الغفلة، ندعو لهم بالرحمة والمغفرة. وحنا في رمضان جميل أن نهدي إليهم تواب تلاوة قرآن، نهدي إليهم ركعات، نصوم بعض الأيام من أيام الله نهديها إليهم. هذا في اختلاف بين العلماء، هل الصدقة بتلاوة القرآن وبالصيام وبالصلاة تصل إلى الميت؟ في خلاف بين العلماء، الراجح أنه يصل. هناك النص الواضح في الحج وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصل إلى الميت، الحج والعمرة يصل إلى الميت. والعلماء قالوا بالقياس كذلك الصيام والصلاة وتلاوة القرآن، في خلاف بين العلماء، والراجح أنه يصل، لأن رحمة الله واسعة وفضله عظيم. فلالة سميرة خليك كبيرة هكذا، أنت كبيرة في قلبك الحمد لله، خليك كبيرة، قول لهم أنا بغيت غير دار خويا نجي نلقى بنيته فرحانات، لقى الزوجة ديالو اللي خلاها معززة مكرمة، والله يربحكم في الرزق ديالكم، وأنا غنتنازل على نصيبي من الإرث صدقة على أخي، وربما يخيبكش وتبقى المودة والرحمة بالجميع. لكن هذا الكلام جميل أن نوثقه، لأن النفوس تتغير، ومزال نوثق تكون واحد العدل، غنكتبوا بأن فلان مسك عليه الله يتنازل عن نصيبه صدقة لبنات أخيه، وكنت تكتب لك شيء كيتوثق باش يبقاو الناس النفوس صافية، لأن النفوس كتطمع وما كاين ما طمع، راه كيت اللي بناها، كيت اللي شرى ديك الأرض وبناها وعمرها وراه هو مشى تحت الأرض، غاد حنايا اللي باقيين من وراه. الله يرحم الجميع ويغفر للجميع. لالة سميرة الله يحفظ ديك البنية وينجحها ويبارك فيها ويسعد أيامك، اللهم آمين يا ربي يا كريم.